لكم ما يشبه ذلك، رانا يعني المهم هي الاغنيه اللي تكون تعالج مشكل جوهري. انا نبحث على الاغنيه كيف نتعاون، اما الوزير ما يكفيش وحده ابدا، ما يكفيش الوزير وحده في اي قطاع كان، لابد تكون يعني تدعيم ثقافي. اي بلاد تدخل ليها تشوف الثقافه تاعها، الناس هاو جا نظيف حاب يبحث عن الثقافه واش قدمنا له. لهذا انا يعني درت المستحيلات، كي شفت عندي الابواب مغلوقه قالوا جيت نعاونه في قبر امه هرب لي بالفاس. لا هذه هي ريحت في دارك، غلقت في بابك وريحت في لا ما كانش لي يحسن. وزيد عندنا واحد كاين بعض المسؤولين يعتبر روحه احسن من الفنان، حتى دير له رساله باش يستقبلك ما يردلكش، تقدم له هديه ما با مي با رومورسيمون يعني اخر يعني اقل شيء رومورسيمون. معيت نبعث الاغاني مور اللي نمولها بفلوسي ونديها للانسان المعين، ما يرجعولكش الاخبار والله ما يجاوبك. يعني هنا يعتبر باللي انا عندي الجمهور معايا، وين نمشي الجمهور يحييني. كنت ونبقى بعد وفاتي، بعد وفاه السيد نبقى خلينا بصمه في تاعنا، حبه من حبه وكارهه من كاره. دوك الا خرجت عند الباب نموت تبقى التاريخ يهضر عليا. اما يعني انت مسؤول من العيب بار بوليتاس جاوبني، والله العظيم ما جاني الرد من اي جهه كانت، انا نهضرها مباشره. راك تحكي على اي جهه، انت طلبت جهه والجهه قالت لك ما رجعوش. لا ما تقولش لوكا غير يا ريت وتقول. نقدم مشروع. واش تقصد يعني؟ واش من جهه تقصد؟ لا ما نقدرش نشوف. ما تشخصش يعني. ما هذه تاريخ تنايا يعني بلك باش ما. سي محمد، سي محمد انا نظن بلي راه يتكلم على ولا غير بالك نقول لك بيناتنا يا مصطفى. تفضل. يزيد فضلك. ولا غير امور بيروقراطيه ولا بالك المسؤول الكبير ما يسمع كاع. والله العظيم مالك بالك يعطي له امر يقول له عاود جاوبه ولا عيط له، هذوك الجماعه يعني اللي تحت بكل صراحه. ما نقولش كاع، نشوف الجزائر. لو سمح لي افتح لنا. تفضل. زيد فضلك. انا درت جوله كبيره فنيه في الجزائر. شوف حاجه نقولها وانا مسؤول على كلامي. شوف انا نوض بكري، انا الاخر اللي يرقد مع الوفد. الوفد اللي كان معايا 17 يعني 17 فنان. سما 17 ان عائله هذو مسؤول عليهم برقادهم بالاخر تاعهم. وزيد نروح نواجه الجمهور فوق الخشبه ونرقد يعني متاخر ونوض مع البدايه. نروح ندير عندي واحد كيفاش يقولوا مدمن بالمشي الصبح. نروح نمشي الصبح قبل من يعني ناخذ هذاك الفطور الصباح هذاك نمشي. الشيء اللي شفته من اقصى الشرق الاقصى الشرق يعني الجزائر واقصى الغرب. شفت الصبح على 8 الاطفال يمشوا للمدارس. واش كان يقولوا قبيله سي محمد كي كنا في الكوليس لو قلت هنا ما شفيش. لا شوف مشينا من طمرسه حتى لتندوف في الليل، مشينا في الليل ولا تكون يعني خطر في الطريق ولا مشكله في الطريق الا الجمال. الجمال مره يعني كان يعني شوف الجيش، نحيي الشباب يعني تاع الجيش الوطني الشعبي واقفين يعني الاسلاك الامن موجوده، قلت لك المدارس مفتوحه يعني. هذه الانسان يقولها التاريخ وانا فخور بالكلمه هذه خاطر عشتها. يعني نمشي وانا مطمئن وانا معايا قلت لك يعني 17 مسؤول على عائله، 17 مسؤول على 17 عائله. اذا الشيء ما نقدروش نديروا يعني نقولوا باللي ها ما مشاتش منها يعني كلها ماهيش ماشيه. دروك لو زدت تخليني برك نقول انا فاجئوني كلموني من الوزاره حتى يقولوا رايحين نكرموك نهار. ما كنتش كاع نستنى هذا يعني هذه يعني التكريم هذا ما كنتش نستناه. نقول باللي صح التكريم هو حفلات كثيره للفنان خلوه يخدم انتاج كذا، لكن الحمد لله انا كنت غير ما عملت جوله فنيه كبيره والحمد لله نحمد الله ونشكره ونشكر يعني الناس. شكون اللي يعني ما كاين الساده الولات ولات الجمهوريه يعني كنا نظمناها يعني وبعض المديرين الثقافه يعني تقريبا نقدر نقول جهتين يعني
الداخلية ووزارة الثقافة كانت ناجحة يعني بامتياز هذا، وخلتنا ماشي من جانب يعني المادي، لا المادي ماهوش حاجة كبيرة يعني، لكن قلنا بصح قلنا لا لا والله يا عم صبا أنا والشيخ نحبين نعرفوا الشيك هذا تاع تكريم. ما كانش شيك تكريم، ما كانش الشيك، ما في حتى تكريم، هو تكريم معنوي في وقت خالدة الناس كانوا لا تكريم معنوي، تكريم معنوي. على كل حال نشكروا الورد للأستاذ يعني عز الدين المهوبي، معليش حنا لا مبادرة مليحة يعني. مبادرة مليحة، ونتمنى فنانين أخرين باش يخرجوا ثاني تيك الناس اللي عندهم باع طويل في الميدان هذا يعني، وكرام مازالهم قائمه طويله. وانا تكلمت قلت للزملاء تاعكم في قنوات اخرى، قلت باللي ان شاء الله كاين قائمه طويله من الفنانين اللي عطوا الكثير، والجيل هذا ما يعرفهمش، الجيل هذا ما يعرفهمش، وما بينهم اسمح لي وما بينهم سي الاستاذ سي المازوني. سي المازوني انا من جيل جديد، وكاين بزاف كيما انا اللي بالك يعرفوك الان بالاغاني تاعك، بصح كي تحوس في التاريخ ورحت وسمعت وشفت كليبات اللي درتهم، الاغاني اللي درتهم، الموسيقى المستعمله، وهذا الناس بزاف ما يردوش بالهم، وكذلك الرموز اللي استطعت ان تكسرها في مجتمع كان مجتمع محافظ اتم معنى الكلمه. خرجنا من الثوره، ما زلنا نعاني، وما زلنا في وضع اشتراكي، ما زلنا، وبعض الاغاني اللي كنا نشوفوهم ونسمعوهم. حبيت نسقسيك على فكرة وخلفية هذوك الأغاني تاع زمان، وزيد على نظرة مثلا السلطات أو المجتمع لهذاك النوع من الأغاني في هذاك الوقت. في الحقيقة هي الأغنية إن صح التعبير الحديثة تتماشى حسب معطيات العصر، بوليتيكمون كذلك ثقافيا سياسيا واجتماعيا. أنا يعني عندي نوع خاص بي. قبل ما نجاوبك على السؤال حبيت نرد على السي صادق لما هضر قال لك راهي لتحت. انا عندي في هذا الجانب هي يعني لما توصل للفوق، علاش نوصل للفوق؟ نجيك انت كمسؤول لتحت، ما نديرونجيش هذاك اللي راهو في السلطه الفوق عنده العمل ما تحبش تقلقوا، لا يعني هي او خالص السيد علاهم مخلصينك حتى لتحت. باه جاوبني، باه يعني هذا عامل وطني اللي جبته. عندي أغنية راني في الحقيقة معها نقول بوفر ألجيري تشي فاشيون ديغي جتو بلان شيغي يا بوكو دو بلوكاج يا بوكو دو سابوتاج مي لو سابوتاج أو غي تشوسي سني با بروميير إيطاج دونك الفو في هاك المشكل في الريت شوسي دونك الفو في غاني توياج اللي يخدم باين يخدم واللي ما يخدمش يديكاج. لا القضية راهي بايتة هنا، راك خالص ماكش داير فينا مزية. تجاوبني سير مازوني، انا اسمح لي انا نحب نكون عاقل، بصح انت راك تستفزني بواحد تما انت تسيخ غير في الريت شوسي. لا دوك لا هذاك على خدمه باين نقص او البالكون ثاني لا لكل مقام من مقال. انا لازم ننظفوا جميع الاماكن. انا الرساله تاعي نروح للتحت. انت راك مكلف بالتنظيف في الوسمو في الريت شوسي برك. لا يعني علاش تطلع حتى الفوق؟ ربما ما يطلعهاش الاخ هذاك. ايه صح تبلوكي تما، ويزيد الغاري في الامر ما يجاوبنيش، يعتبر روحو يعني طلبته في حاجه ماكش راح تصدق عليا. هذا مشروع وطني نقدم فيه رساله تمر، انا نحب بلادي. زوج خالتي شو هذا؟ سبحان الله الله يرحمهم. الله دم يطير يكتب بارجينيا قبل منه. صح انت مسؤول خالص، انا بطل، انا نغني الوطني بالمصاريف الخاصه تاعي. صح ما كانش اللي دارها في المغنيين عندنا في الجيري. صح وما ننتظر لا تكريم لهم يحزنون، تكريم عند رب العالمين. صح سبحانه لما يساوي لينا مدرب القلوب. احنا رانا نخدموا لوطنا مليون ونص مات من اجل هذه البلاد هذه. وين نبان انا؟ راني قدمت غير غنيه بعض الاحيان حتى نحشم. انا خدمت لكم بورتاب ما نعرفش. وليت 9 شهور اللي خدم البورتاب كيما انا. نعرفوا غير ننتقدوا بعضنا بعض والبلاد ماهيش مليحه، راح تكون لي فلان دا 50,000 مليار لاخر قداو الكذوبات ونغلط هذاك المسكين اللي ما طاتوش الدنيا ربما. هذا هو اللي يعني هذاك البريء اللي خاطيه يعني وطالع كي النواره نروح انا نمرضوا ونديروا التهم يعني باش نسقطوا ونعيبوا. هذا الدور تاع الفنان. احنا نقنعوه باللي البلاد راهي ما شاء الله جميل. سي مازوني اسمح لي، مازال ما واجبتنيش على سؤالين اللي طرحتهم، لكن قبل راح نوليو لهم معليش.
لكن اللي يشوف كويس مع انك في 66 كنت تغني 66 ورانا يا جزائريين في 2018 نعم ويكون واللي يسمعك غنيت على الوطن تسمى تايتي فيديراتور يعني كنت فيديراتور وغنيت على جميع الجهات وغنيت نحيت حتى بعض العنصريه اللي موجوده او التشنج اللي موجود بين مناطق يعني غنيت بالقبيليه غنيت على القبائل غنيت على الولايات نزرع المحبه هذا هو دور الفنان بصح انت تقول لي خويا وانا نقول لك خويا لهذا حبيت انا كلمه خويا هذه تكون في الواقع معاش ماشي نقولها غير هكذاك مجرد كلام بصح انت ثاني تغنيت على كاع الناس تقاسم نعم. جميع هموم الجزائريين نعم. حبيت انا نحكي شويه هل انت يا عندك هم ولا ماكش مهموم بمعنى اخر منينك تاكل الخبزه كيفاش راك تسكن عندك دار عندك قيطون عندك فيلا عندك اسكن انت دخلت الخبزه اللي تليق بك كفنان محترم والله هذا الامر بكل صراحه اسمح لي يعني امور شخصيه انا نؤمن بالقدر والمكتوب انا هذا العبد الضعيف ما دمت سالتني هنا صار اخويا ربما اول مره راح نقول هذه الكلمه الجمهور الجزائري العريض انا في الحقيقه داري كاريها مازال كاري لحد الان كاري داري والسياره راك شفت السيد واقف برا نخلص الطاكسي هذا ما انا نؤمن اول حاجه بالقدر والمكتوب تاع رب العالمين هذا واش قسم لي نعمه من عند رب العالمين حمد الله يعني ما عندكش منزل تاعك باسمك ما عنديش يعني حد الان يعني انا مسؤول كما قالش الاخ انت من اللي خرجت فرنسا وانت تغني وأنا على البلاد نعم نعم وغنيت في جميع نعم. المجالات 2018 ما عندكش دار وانا يعني من خلال الاغنيه نحب نبني بها ما نهدمش ونجمع الشمل ما نفرقش لهذا قلت اسئله انا راني يعني عملت اوماج للمعطوب والناس ما نعرف لا سمعتوها سمعناها نعم. سمعتوها سمعنا. بارك الله فيكم يعني هذاك راه عنده ملايين تحبوا يعني ورحت بشرته بالخير لما سيد الرئيس تمازيغ صبحت رسميه رحت عباره الاغنيه الموضوع نزوره في قبره وندير له بشاره خير هاو يعني ما حبيتش نروح قبل اليوم لمنفيد نروح نزوره في قبره على اساس تمازيغ اللي كان يضرب عليها ويحبها يعني رئيس صبحت رسميه في لاجيري وما زالت لقدام الخير ان شاء الله احنا رانا نحاولوا كيف نبنيو ونتعاونوا اليد في اليد كما راني مع خويا صادق يجامل فيا ونجامل فيه هكذا كما الفنان كما يعني اي واحد تمول الشط بارك الله فيك الله يسلمك انا جزت معك في عده صحيح حصص واللي يعجبني فيك واللي يعجبني فيك انك تنتقد يطرحوا لك اسئله عاده محرجه انا درتها معك نعم. وعمري ما شتك زعفت لا لا لا. عندما تقاسمنا اراده ان تكون معنا انا والاستاذ جمعاوي قال لي سي جمعاوي هو اللي عيط لك الاول بالفرحه حاب يجي عندك يعني هذا الشيء انا شرفني وشو كاين ناس تنتقدهم ولا تعطي لهم اسئله حرجه ما يجوش عندك احنا نتعلم انت جيت وانا الان تسمح لي نفتح قوس ونتوجه بالكاميرا راح ما راحش نكون صحفي وانا كنت عارفوني انا ما نامنش بالسوسيال في الفن يعني انا الامل تاعي انه الفنان ياكل الخبزه بعرق جبينه ياكل الخبزه اللي خدمها يعني على الدوله والوزاره الوصيه وعلى المجتمع ان يوفر الظروف للفنان باش ياكل الحلال برزقه باسكو عنده موهبه عنده فن ما يطلبش بالصح حبيت ندير نداء لوزير الثقافه المحترم الوزير السكن لما لا جميع الحكومه الجزائريه السيد هذا وما قلتليش وما قاليش والله ما هدر معايا نقولها لكم من قلبي والناس يتعرفني كيفاش نقول بالك قلبي هو اللي يضرني السيد هذا بوست انديبوندونس ملي خرجت فرنسا لحد الان هو يغني على جميع المشاكل نتفقوا معاه ولا ما نتفقوش نكونوا معاه ولا ما نكونوش يعجبنا ولا ما يعجبناش المهم في ناحيته في خدمه الجزائر لحد الان ما عندوش بيت وين يسكن وكاين بزاف الجزائريين اللي زايدين البارح عندهم بيوت كاين بزاف الجزائريات اللي زايدات البارح وعندهم بيوت انا نطلب من وزير الثقافه المحترم انه يسمع هذا النداء اللي ما قاليش باش نقولوا نقولوا انا ما نحبش السوسيال ما نحبش هذه المساله تاع التضامن لانه كاين دينيتي شيلوم نحب وزير الثقافه المحترم نطلب منك اخويا انسانيا فنيا انك تشوف حل السيد هذا المحترم هو بابانا وهو اخونا وهو سبقنا
وان شاء الله لو ميساج تاعي يوصل. تفضل سي صادق. بارك الله فيك. تفضلك. او تاثر مصطفى جزائري كلمة مليحة تاع صح. الفن يعني هو الفنان يعيش من الإبداع نتاعو كمحترف، كمحترف يمد للمجتمع ويأخذ مقابل يعني. صح، وكان فيه فئة يعني نقدر نقوله بكل صراحة يعني ناس مشات للفن يعني مشات ممكن باش تدير تمارس تكون يعني محترفة في الفن، لكن الموهبة يعني كانت ماشي موهبة يعني قوية، ما كانش ثقافة، ما كانش تكوين، ما كانش يعني الناس لحقت. كان موجات أمواج راهي الآن أمواج، ممكن اللي يكون عنده يعني مثلا كما يقولوا الجمهور عنده سوكل كما يقولوا جمهور تاعو باين ثابت، هذاك اللي عنده جمهور ثابت يزيد يكسب جمهور اخر من فئات اخرى يلصمد لهذوك الامواج اللي عقبه، والا ما كانش يعني قوي ممكن المجلولات تديه وما عاد يبقى يعاني ما يقدرش خاطره عليه، ضيع وقت في ميدان الفن وما خراش حقه في ذاك الوقت، هذاك نهار فاق يعني باش سي صادق بصح. نعم. تسمح لي وهذا يعتبر سؤال ليك ولسي مازوني، كاين فنانين مش موهوبين ودايين اموال كثيره لانه السوق الان والذوق يتطلب واحد الذوق اللي ما تعيش روحك ما تكتبش بزاف وسجل ومشي. كاين فنانين موهوبين ملتزمين مستوى كبير وصوت وكلمات ولحن وكلش ميتين بالشر. انا لو سمحت لي كان يتكلم محمد خويا مثلا على ما حبش روحك، هو قال لك انا يجيني لا روتريت تاعي يجيني من لاساسيام. انا نظن الأساتذة المحترمين لما يشوفوا فيها يعني نساء ورجال سلك التعليم يعني المنظومة التربوية كلها 1541 بلدية في الجزائر، هذا الوطن الكبير الوطن الشاسع والنافع، شحال من أغنية شحال من مرة دربوا عليها وغنوها في المدارس في القاعات في كل شيء. يبقى تشوف يعني نهار تشوف المدخول تاعك يعني قلنا 1541 بلديه، شحال من الليسي فيها، شحال من الثانويه، شحال من التكميليه المتوسطه، شحال متوسطه، شحال من ابتدائيه. الاغنيه هذه الناس يعني شارجي وتشوف ملايين يعني اللي في اليوتيوب ملايين تاع شكون الاستاذ اللي شارجاها واللي عاودوها الى اخره. يبقى تشوف نظن باللي كاين من الاخوان يعني في حقوق ديوان حقوق التاليف لو سمحت لي نحييهم اولا على المجهود اللي يديروه، لكن يعملوا مجهود باش يشوفوا الملف تاعي. انا عمري ما قلتها يعني قلتها بتت خطره هكذا ولا حطيت ملف لا انا عندي يعيطوا لك. انا راني من نقدر نقول من المؤسسين تاع لوندار يعني مثل يعني كنت اصغر واحد اللي اندمج في اللي يعني انخرط في 73 73 دخل يعني حقوق المجاورة والتأليف بكل صراحة. يمكن نقول واش يعني واش بعثوا لي المرة الأخرى يعني الجمهور راح يتفاجأ. قلنا يتفاجأ بكل صراحة، معليش ما تخبيش علينا. لا لا يتفاجأ يعني لا يتفاجأ يعني بكل صراحة. أنت يا أغنية المفروض يعني المفروض في 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 دول أخرى يعني كل سنة عندك على الأقل واحد المليار نتاع يعني الحقوق التأليف تاعك. أغنية اللي تتردد قاع في المدارس ويغنوها الأطفال المجموعات في قلت لك برا في القاعات كذا يجوك يعني بكل صراحة 10 ملايين 15 مليون ما والله ما يلحقوها ما يلحقوش. مرة الأخرى قال واحد 13000 دينار 13000 دينار هذا ما كان مليون و300 هكذاك يعني بكل صراحة. هذه المرة الأخرى قصدت استغربت قلت بالك حاجة أخرى ولا بكل صراحة يعني مليون و300 قسمت تشري كرطابل و كرطابل كذا أنت أغنية كيما هذه يعني كيما يقولوا المنظومة التربوية راهي أنا مانيش الجمهور الواسع ممكن ما يعرفش الشخصية نتاعي يعرفني كفنان بصح كاين جمهور اللي يعني احتكيت معاه يعرفوا الاخرى. مانيش تاجر، لو كنت تاجر نختار نوع اخر مش هذا كما كان يقول محمد الاغنيه الوطنيه والتربويه.
يعني الجوله اللي عملتها كلها كاع اغاني وطنيه. انت كنت قادر تكون يسموك الشاب الصادق معك مثلا وتنجح يعني مثلا. لا احنا نقولوا باللي انا ماذا براني اليوم نهضر يعني اولا في هذه الافراح هذو الى اخره، لكن انا مؤمن بالمهنه تاعي هذا اللي يعني واش اخترت هذا اختيار. يقول لك اخترت بتندم. انا كنت 10 سنوات من الكشافه وبديت عرفت زرعوا فيا الروح الوطنيه هذه. درك جيب لي اي كنت نقدر نستقر في اي بلد والله بكل صراحه، نستقر في الخليج، نستقر في اوروبا، نستقر في، لكن لا هذا الوطن من 10 سنين عندي وشفت من سنة 10 سنين بديت نشفى مليح، دونك شفت المراحل كاع اللي عادتها الجزائر. جميل جميل. كيما انت كنت قادر تريح في فرنسا، تجوزت 30 سنة في فرنسا أكثر. هذا هو حب الوطن في الحقيقة. علاه دخلت وكنت تدي ثانية حقوق مجاورة وحقوق تأليف في فرنسا يعني؟ قال لك الضيف ضيف ولو يقعد الشتاء والصيف. إشهار وبعدها نعود. عودة إلى برنامج الحديث قياس والحديث مع الفنانين السي المازوني والسي صادق جمعاوي. السي المازوني كنت طرحت عليك سؤال قبل ما ندخلوا في مشكل المبيعات والوضعية الاجتماعية للفنانين بصفة عامة. نعم. حكيت لك على الرموز اللي انتايا حركتها شوية في محيط ومكان وزمان معين اللي هو زمان السبعينات. نعم. داون خرجنا من الحرب ومشاكل عديدة. نعم. وانت غنيت واحد الأغاني بالك الآن في 2018 الناس يتسائلوا عليها ولا يصراو أشياء. حبيت نربط لك هذا الشيء واش صرا في ورقلة. في ورقلة تم إلغاء حفل فني. أيوة. الناس خرجوا الطريق وطالبوا وعندهم مطالب اجتماعية، يقولوا لك تريسيتي غالي، يقولوا لك لاكليماتيزاسيون ما تمشيش، يقولوا لك كاين ومشاكل حقيقية يعني موجودة يتوسا، يقولوا لكم علاش تجيبوا لنا الفنانين في هذا الوقت الوغ كو حنايا ما راش نسحقوا فن الآن ولا ما نسحقوش هذا الفن. هذا تعبيرهم على كل حال، حنا نسحقوا التنمية. أنت من الفنانين اللي غنيت على الحب. نعم. غنيت على المين يجيب. نعم. غنيت على أشياء الآن ما نسمعوهاش. كاين درجات في الفهم والوعي. كاين اللي كي تقول له المين يجيب في الأغنية يفهمها حاجة عيانة ولا ساقطة ولا كذا ولا عيب. كاين اللي il peut parler يحكي لك على وضع معين لعلاقة واقعية يعني يجيب لك واش كاين في الواقع. ما اختزلتش. كيفاش كسرت الرموز في السبعينات؟ واسكو مثلا مسؤول سياسي ولا مسؤول ثقافي ولا جال عندك قال لك ما لازمش تغني هذا الغناء، هذا الغناء ما يصلحش وهذا الغناء ما يتلائمش معنا ولا؟ هي في الحقيقه الان عليك نهضروا بصراحه، ما كانش اللي عملت الاغاني بعد الرموز مثلا كما صدام حسين. عملت اغاني كذلك البوتفليقه. وانا الغريب في الامر انه انت انا نيتي هكذاك. كاين اللي يرمز او فنان نظن تفهمني، كاين اللي يرمز ما يذكرش الاسم. الغلطه انا مني وين نذكر الاسم؟ انا ما نعتبرهاش غلطه يعني. هذا يقنع مني. انا قانع سي مصطفى نقول لك سي مصطفى. كاين مثلا حتى نرجعوا من صدام البوتفليقه. بوتفليقه من 1999 كنت الوحيد اللي غنيت له. وهذا الجمهور العريض يعرف ونذكر الاسم. كاين بعض الفنانين انا عليك ما كانش لي يذكر كلمه بوتفليقه، ربما اذكياء خير مني. انا على المباشر. الشعب راه داير ثقه فيك يا بوتفليقه، خرج الجزائر من هذا الثقه. بلدان الشقيقه والا الصادقه تعرفك والتاريخ راه عاود اللقاء. يا خليفه بومدين رانا معك طمن. رقصي يا فاطمه وزغرتي يا رزيقه، يعني الى اخره. رزيقه يعني الرزقه وجاي. الرزق يعني صح الرزق ما
جاك ما والو انت يا غنيت على زليخه وزليخه كما اسلفت انا نامن بالقدر والمكتوب يعني على كل حال ما جاوبتنيش على مساله الغناء تاع المينيجيب في هذيك تعالج سنوات يعني ربما كنت انا يعني على المباشر ما نعرفش كيف نرمز الميني جيب وين غاديه بالميني جيب في هذه الريح يعني انا ديو مع بنت هي الاخت الغاليه نحييوها اللي تشوف فينا مازالها الاخت والله ما عنديش لما رجعت لارض الوطن كانت في فرنسا مقيمه هناك مع سعدوي صالح الله يرحمه كنا يعني هكذا نجلسوا مع بعضنا باركه فنانين الله اعلم كاسكيل دوفيان والله ما عندي فكره المهم انا يعني كنت نترق على المباشر هذه الميني جيب في الديو هي تلوم عليا يعني اللوم عليها على اللباس وهي تقول لي يا خويا برك ما تلوم انا وعلى هذا هو التقدم نقول لها التقدم راهو في العلوم ماشي في اللبسه يعني كان ربما الناس غير كلمه الميني جيب قلقتهم قلقتهم او يعني ما طلعوش على الاغنيه في حد ذاتها انا ماذا بيا لما ننتقد انسان حتى نشوف الرصيد تاعو او الاغنيه انت تستعمل اسلوب مباشر لكن الفهم صحح لي انت راك فنان الفهم كذلك يكون دائما بمستوى مباشر الناس ما يحوسوش يفهموا المغزى والمعنى والخلفيه تاع واش تقول يقولوا برك وعلاش قلت هذه الكلمه هذه الكلمه عيب مثلا الكلمه ما تصلحش كيما راني قلت يا الناس يا معطوب مازال لك ديما محبوب انا نغني بالاسم بوتفليقه ذكرت اسمه ما عنديش نقص انا تاكي غنيت على بوتفليقه كاين اللي انتقدوك وقالوا لك علاش نعم كاين هذه الديمقراطيه كاين اللي ضدي بالك ربما لما نقدم ملف كاين الارهاب الاداري ربما ضدي وعلاش تاكي غنيت على بوتفليقه صرا لك ارهاب اداري لا يعني مثلا هذه يعني. مقوله وصحيحه كاين سابوتاج يا سابوتاج اكتويال موسكا بريزون انا مسؤول كيما قالش الاخ على كلامي كاين ناس تعدديه وجابت عندها ناس تخدم في الاداره الفلانيه كاين معطيات به ماذا به يضغط والضغط يسبب الانفجار احنا الشعب الجزائري فاق باللعبه ما عنده ما ينفجر راهو بخير عليه وراه في تقدم رغم اللي تصديق لكلامك ما عندي والو بصح كلمه الحق الحق عليه نور انا نتكلم مش لازم بالضروري انا عندي فيلا وعندي بيسين وعندي انا ان شاء الله نصيبهم في ذيك الدار ان شاء الله ان شاء الله يا ربي انا نخدم على الدار. معطوب واش هي كان صديقي لا ربي لا واش هي التطلعات ولا واش هي الانتقادات ولا لا بالعكس ولا انا كسبت والله حتى يعني بعض الاحيان كي نشوف لي ميساج اللي يجوني في اليوتيوب اللي ما يتاعي حتى تجيني الدمعه جو ماتوندي با سوي ان بوتي شونتور ما كلاسي روحي هنايا عاش ما نعرف قدره Un petit chanteur, bon, ça s'arrête là. Là, vous êtes un grand monsieur. Et que t'as fait, wallah, t'as fait, j'ai eu des terres, j'ai eu des terres, c'est du maoui, vous êtes un grand monsieur. T'as fait, comme, il y a un fachor, bad, le kalimat, ou il y a un cachemar, il y a un mitoir, il y a un daraja, qui est un chioch, il y a un sabkouni, il y a un htarmhum. بينجوج حتى انت انا شكرتك من خلال الحصه اللي كنت تعملها تستاهل كل الخير. نعيشك احنا في الديمقراطيه سبحان الله وكيف نبني البلاد هذه؟ يعني تكون شويه وانما نخرجوا في لافان تنتقد وانا ننتقد وسيدي ينتقد وانما ما ننساش الجانب الايجابي. انا يعني ضد النقد الا على الجانب سلبي لكن لا ديمقراطيا عشت لها 32 شايفها يعني لما الدولة توعد بوعد هذا ثلاث ملايين بنات انا ما صحتليش شقه معهم صديق لكلامك ما دام انت تدخل في الموضوع تفضل انا ما صحتليش ثلاث ملايين اللهم صلي على النبي مش بالضروره ثلاث ملايين واش؟ تاع سكنه ثلاث ملايين نعم ايه ما يقولها غير الفم في 20 سنه اي 3 ملايين يا صاحبي راهي بغير يعني راديال وما يشبه ذلك والتساهمي وكذا يعني هذه السوسيال اللي راهي 3 مليون ومازال الخير للقدام لهذا دوك حنايا كما قالش الاخر كما الفنان المليح ماذا بينا نحافظ عليه كذلك الرئيس المليح نحافظ عليه علاه يروح وعلى انا سامحني ماذا بك يريح انا
ماذا بيا يبقى الظهر ماذا ما يخدم مليح، كاين الغلطه ترى من تحت، كاين سابوتاج، يا يعني سابوتاج 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 في البلاد هذيا. وكيلهم رب العالمين، مليون ونص ماتت بغير 300,000 اللي ماتت، ما يحشموش هذوما. انا بس تصديق لكلامك، والله ما حبيت نقولها انايا، انا طوموبيل كاريها وداري كاريها، وان شاء الله نصيبها في ذيك الدار ان شاء الله. انا قدمت يعني اغنيه فقط، واني حشمان من الشعب الجزائري، حشمان منك. لو كان هكذاك البورطابل اللي عندك ولا السياره اللي عندك ماشي من صناعتي انايا للاسف، ولي 9 شهور اللي صنعها، حنا نعرفوا ننتقد برك، هاي كيف نبني لاجيري بالنقد؟ لا لا ماشي بالنقد، بالحقائق. لابد نتعاون اليد في اليد، تحبني ونحبك، هذو كان ما عندكش محبه معايا. والله غير عندي محبه كبيره. ربي يجازيك. أنا حبيتك. والله غير عندي محبه. يكثر خيرك. رغم اني نطرح لك شويه بعض الاسئله. لا هاك تعالج في المشاكل اليوميه تاع 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 الناس جمعه. بصح قبل ما نولي للسي صادق نزيد لك سؤال واحد. سمحوا لي نفتح قوس هنا، ما قلناش الناس صحائلكم. أنا جايين أنا جايين. يعني شوية عندي لينار عندي البيلا لهذا. لا لا بالعقل تفكر. الهم يستهل الغم قال لك. لا لا نخرجوا من الهم. أنت غنيت على رئيس الجمهورية سي عبد العزيز بوتفليقة. نعم. غنيت على سعيد سعدي. غنيت على سعيد سعدي. نعم غنيت له. غنيت له. ومر سعيد سعدي كذلك وماشي بزاف. إيه؟ كيترشح في فرنسا ماكرون. إيه؟ إيمانويل ماكرون. نعم. غنيت أغنية على ماكرون. المشاهدين بالك يتسألوا يقولوا لك كيفاش تحول مثلا من ان تغني الى سي عبد العزيز بوتفليقه ومن بعد سي سعيد سعدي. نعم. اوكي وقبلهم صدام وكذا، ومن بعد انت الجزائري. نعم. اللي تغني كذلك اغنيه تاع الثوره وكذا وكذا تروح تغني ما غنيتهاش على ماكرون. فسر لنا الخلفيه. دوك نعمل لك التفسير خويا. انا ما غنيتهاش حبا، انا سوي اجيريان دوك واعطي وفخور بجنسيتي، والجنسية هذه جلية أراشي خطفتها، ما تصدقهاش عليا حتى جزائري ولا فرنساوي، خطفتها بدمي. أنا مجاهد كذلك بقواطي في البليدة، وعندي شارع مسمين على خاوتي. أنا وليد الثورة الجزائرية، ابن الثورة، ثورة التحرير، ثورة المليون ونصف مليون شهيد. غنيتها لماذا؟ باش نجاوبك تكون عندك فكره، ماشي حب ليه. كان كانت لوبان راح تجوز، بان عرضوا لها كيما بعض الائمه في فرنسا سي صادق، عملوا لها كذلك صور في خطبه الجمعه، يعني عملوا نداء. انا انطلقت كيما الامام اللي في المسجد في باري، انا عملت اغنيه باش يفوتيوا على هذا السيد اللي كان جا وعمل وعود. إن ما خدنتيش، إذا ما خدتنيش الذاكرة، قال يعني الجرائم اللي عملتهم فرنسا في حق الجزائريين إعادة النظر ربما. وتحدث هذا الكلام صحيح. نعم. وكان انتقد في فرنسا لأنه صرح بأن فرنسا قامت بجرائم في الجزائر. صحيح. وهذا كان تحول في الكلام تاع السياسيين الفرنسيين. يعني أنت الخير بالخير ماركيت لو ان بوان. انت حسبت على زوج، حسبت على ان دار تصريح ايجابي بغض النظر على انه كونه فرنسي، لكن مقارنه بمجموع السياسيين الفرنسيين اللي عندهم هذيك ليبوكريزي فيما يخص الجزائر. نعم. ما يعترفوش بالجرائم. وحده الزوج، انت كذلك كانت عندك خلفيه انه وكانت جوز مارين لو بان اللي تمثل العنصريه في فرنسا، شهريتي اللي معيشتني وندير بها الاغاني الوطنيه ما نديهاش. يعني انت خممت على كذلك الجزائريين اللي اصولهم جزائريه ولا مغاربه ولا اللي عايشين كما واحد كتب لي قال لي تاك فيست في الاغنيه تاعك فرنسا، جاوبني رسائل عندي النقد. ربما من عند هذا السيده اللي نتكلموا عليها، ربما من جهه اخرى. قال لك يحب يقول ماكش تهضر في لا فيريتي. انا نقول احنا جو سوي نيون فرونس فيف لا فرونس، ورانا نخدموا كامل يد في اليد بور فيفر انسومبل، يحب يقول هذه كامل اللي نعيش معا. يعني انت اختزلت الشخصيه تاع اللي عنده اصول مغاربيه وجزائريه اللي عايش تما، ما حكيتش على روحك انت ولا على الجزائر. لا ماشي علي انا جزائري، ماشي يفهموا الناس. جو مي سوي بريزونتي ستادير لي فرونسي دوريجين مغربين. صح. جزائري مغربي او تونسي، ودخلت حتى الافارقه باللي خاطر كتبوا لي الناس وانا راني انا عليك في فرنسا، حاب يقول عندي الكوطه تاعي اللي تحبني في فرنسا من خلال يعني الشعب تاعنا الجمهور اللي عايش المغتربين هناك.
يعني كبيرة جدا جدا. لهذا طلبوا مني قال لك دير لنا أغنية راهم يشوفوا فينا، وقال لك نمشيو في الميترو حاطين راسنا يخزروا فينا اون ترافير. قال لي طلب مني شحال من واحد قال لك دير لنا اغاني يعني باه تفهم حنايا حنا خاطين المشاكل والارهاب هذوما اللي راهم يعني حطونا كامل ارهاب. لا يعني فو ابلي لي شوز بار لو بروبر نو، هذوما خدامين ثما والدوسي تاعهم بروب، ما عندهم حتى دخل. ربما دوك الشيء اللي واقع مقصود، ربما يعني انا حاولت من خلال هذه الاغنيه يعني بحجرة نطيح عدة عصافير. جميل، بارك الله فيك. سي صادق جمعاوي، حنا توحشنا واحد كان معاك في الكليب هذاك بصح ما على بالناش كان هذيك وراه، خاطرش انتوما خليتوا لنا دي سوفونيغ فيزيوال ماشي غير دي سوفونيغ في الموسيقى، يعني عندنا تصور وذاكرة حتى في الكليب اللي كان يغني على ولد اختي اللي غنى شكون استاذي هو معايا وراه هذاك راه عنده الزلالي زوج دراري راه مزوج راه يسكن في بوينان الله يبارك المكتوب دال تما عن سابو تما راه يربي في ولاده يعني ما يخفاكش الميدان هذا صعيب بزاف صعيب الا كنت عندك جناح جناحتين يعني باش يعني تحت جناح واحد او اثنين تمشي توصل يعني تشق طريقك، لكن إذا كان التكوين تاعك وبالإمكانيات تاعك من الصعب من الصعب. الشخص المتواضع اللي أمامك هذاك ولد أختي يعني، وأنا كي جات الفرصة اللي راح يغني معايا كان راح يغني معايا عبد الدريسة. هاي نعم عبد القادر كان عنده 16 سنة ليبوك وليد الحاج الدريسة اللي نحييهم نحيي عبدو والحاج ونقول لهم إن شاء الله نشوفكم بخير تكونوا دائما بخير. معاه جبنا مدرسة وكل اللي كان فيها يقرأ فيها عبدو، لكن كي دخلنا الاستديو مع الإخوة تركي باش سجلنا في روفيغو عبد القادر عبدو ما قدرش ينطق بقى غير يخزر فيها صغير 16 سنة بقى غير يخزر يا عبدو انطق اعطينا الزهره كيف تاع الحاج الرياس ما حبش يتحرك الزهر فينا يعني شوف كان خجول كان خجول وما يزمش نستنى والخطر يزم ولا داروا معايا المجموعه يعني داروا المجموعه قلنا بالك غدوه ولا غير غدوه من ذاك ممكن يعني يعاود يعني ينحي لك الحشمه هذيك والى اخره الحشمه هذيك شت ما كاش ما طانيش خبر تقلقنا يا جماعه الوزاره تقلقوا باش يعملوها وليت قلت انا نشوف واحد يدير عليا برك هذاك ديو معايا ما يلزمش يكون عنده صوت ولا يعني مثلا الصوت تاع عبد الدرياسة وليد اختي انا كنت نجهل بلي يعرف يغني وعمره ما غنى لكن الفضل لمن يرجع له الموسيقي من الجوق الوطني يعني تاع الاذاعه والتلفزيون اللي هو اسمه يلعب بالناي واسمه حليموش يوسف تعرفوا استاذ يوسف هذا قال لي حطه هنا قال لي روح تفطر ما توليش قال لي على ساعتين خليته باسكو يحشمني ما قدرش نضرب كي وليت لقيته غنى الاغنيه مليح وزاد غناها بربع المقام غنى الربع حسوا احسن مني ربع المقام يعني من الصعب باش انت من اول مره يعني تروح تغني في الرز يعني الرز يعني الامير طبوع يعني ماهوش سهل يعني ماشي سهل يعني غير هكذا تحس هذاك كاردوطون صعيب بزاف يعني هذه انا وليت انا جو انسبيري من وليد اختي اللي عمره ما غنى جميل غنيت اعطاني هذيك الحماس هذاك باش اديت الاغنيه هذيك والحمد لله يعني هاي كيفاش هو الان دوك راه خدام وراها نتمنى له الخير ان شاء الله. حكيت لك على الفكره باش دير حاجه زوجه فيما يخص التربيه لكن مصطفى لو سمحت لي برك على الشيء اللي راه ينصر الان اللي راه ينصر في اوروبا هذا الموجة العنصرية اللي راهي يعني راهي تدير الضغط على الجاليات الجزائرية الجالية اللي راهي الجزائرية في فرنسا في انجلترا في لي بي سكانديناف حتى في كندا تشوف الان يلقاو الناس سبايب كل السبايب يعني الان الأزمة الاقتصادية حبوا يمسحوا يعني كما يقولوا يمسحوا الموس بالدرجة فوق الجالية انا نظن باللي الجالية ماشية اللي غلقت الوزين ماشي هي اللي تغلق المعمل يعني ماشي هي اللي غلقت وراحت فتحت المعمل في الصين وفتحت في اسيا كلها يعني الان تقريب رؤوس الاموال يعني تقريب الكثير من فرنسا على حسب الثقافه نتاعي والتكوين نتاعي راحوا كاع يعني فتحوا معامل مصانع في برا
وعلى ذاك لي ميغري هذاك ولا راح قال له مغلق يا اخي لي ميغري على الاقل كي عود جاي عمر الاخرى نتاعو يشري من ثم الدراهم النص نتاع لي ميغري راهم يبقاو ثم ف لباس ويكان خلاو زادوا الفيزا هما زادوا يزون ديرسي كيما قال اخر لا 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 يعني هذوك ايه ضغطوا على ما يروحوش يكان خلاو بكل صراحه يعني الجزائريين الجزائريين كانت الازمه والله ما وصلوا لها. جميل تتحدث على الجزائريين المتواجدين مثلا نقطه برك انا جايك نعم انا جايك انت تحدثت على الجزائريين اللي يتواجدوا خارج الوطن وانا سبقت سقسيت الاستاذ والشيخ تاعنا المازوني على الجزائريين اللي بين قوسين ينتفضوا على حفلات فنيه وهضرت على ورقله انت وشنو هو الشعور تاعك ولا الموقف تاعك في هاد الاشياء اللي صارت؟ والله هو انا عملت مشيت لورقله مشيت كاع الولايات تغنيت غنيت الحمد لله يعني الحمد لله العائلات كلها خرجوا شوف الان انا كي مشيت لورقله تفاجات بحاجه تفاجات وفرحت بزاف بزاف لقيت عائلات يستناو في طرموي هذاك يعني شوف واحد الروعه يعني ما يخفكش ان كيفاش يقولوا لو بروغري كما يقولوا كيفاش يقولوا التطور والحداثه التطور الحداثه يعني يجيب حاجه معاك 80% يعني حاجه جميله ومفيده للمجتمع لكن الشويه الاخرى ممكن في الشارع الرئيسي ونعقب ممكن هذوك اللي فيترين هذوك كذا اخي ممكن ينظر على العمل التجاري شفت تفاجأت ورحت للفندق وانا مرتاح كشت قلت لك التراموي والعائلات تمشي بواحد يعني بسرعه يعني حبيت تقول كاين امكانيات وكاين كاين كاين انجازات كاين الان شوف لك نعرف بلي كاين نقايص كاين نقايص موجوده في كما موجوده في الشمال والشمال ما كاينش نقايص اذا انا نظن الان مانيش نحكيك على المشاكل الاجتماعيه نحكي لك لا انا ما حبسوناش انا موقف الرفض تاع ما وقفونيش دوك هنا لازم نعرفوا نظن باللي كاين الاسلاك يعني الامنيه تعرف راهي تعمل لك دير تحريات نتاعها وتعرف انا نظن باللي الطيبه نتاع الناس تاع اليزي الطيبه تاع تندوف نتاع طمن راست نتاع ورقله نتاع واد سوف ما نساهاش الى الابد الى الابد يعني كنتش يعني حفلات في المستوى العائلات كلها تاع الصوفيه ولا الورقليه ولا خرجوا كلهم يعني ونحييهم كاع اللي جابوا اولادهم اللي صوروا معايا الالاف 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 من الصور ذاك التذكير انا نظن قلت لك هنايا لكن فيه ممكن رفض ولا وقفه احتجاجي ولا احتجاجيه صالات في 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 درك نشوف الجزائر واسعه شاسعه ومتنوعه وافكار تتناحر مشاريع تتناحر كل واحد عنده مشروع تاع مجتمع انا نظن هنا نتكلم بعضنا بعض نتكلم نتحاور نلقى الحل وكي نكونوا هكذا مائده ما نقولش السيد مصطفى نفرض عليك مشروع نتاعي ما نفرضوش عليك وانت والعكس صحيح ما تفرضش عليا افكار تاعي ما نقدرش نفرض ونقول هام افكاري هاك توافق ولا لا نظن احنا الان نتمنى ان شاء الله تكون عندنا ثقافه السمع نسمعوا لبعضنا بعض ونتحاوروا بعضنا بعض يعني يولي له ديالوج كي بريم هو كي دومين يعني نقولوا نلقاو الحل احنا رانا عائله واحده بكل صراحه رغم المسافات اللي بين تندوف صدقني غير تلقى يعني نفس يعني فتحوا لك الابواب في طمراست ولا في اليزي ولا في عين صالح ولا رانا عائله واحده قلت لك رغم المسافات رانا قرب بزاف وبالك البلد الوحيد وانا مسؤول على كلامي تجولت كثيره تجولت كثير البلدان العربيه والاسيا والاسيويه لا مازالش الاسيا الاوروبيه البلد هذا راه يعني نقولوا ما يقولوا خلاص المعجزات كاين معجزات اخرى كاين ربانيه دوكا ممكن كاين معجزات طبيعيه اللي موجوده خيرات موجوده هذا راه يوكل الصين معروفه يوكل الهند والسند وكاع احنا مازلنا الحوار لازم نسمعوا بعضنا بعض جميل وما نحتقروش بعضنا بعض الاحتقار يقول لك عندي واحد لي ذكر انا ندير فيهم لو سمحت تفضل نقول تو مي بريزور اي مي بريزابل بار اكسيلونس كل محتقر حقير بامتياز ما نحتقروش بعضنا بعض نسمعوا لبعضنا بعض دوكا لكن مثلا نعرف الشرطي مثلا في الطريق يحيي يقول لك اعطيني وثائق ما نقولوش واش شكيت فيا ولا لا كنا نربحوا الوقت نجبد الوثائق نتاعي يقول لك خويا تفضل باسكو كان نقولوا تشكيت فيا وكذا كذا راح نضيع وقت ممكن نلحقوا حتى القسم كلام يزيد كلام حنا الان نسمعوا بعضنا بعض حتى في الحفل نسمعوا هذا ما عجبنيش ما نروحش ليه حقك ما عجبني السير هذا ما عجبنيش
ياك هكذا. نعم. خاطر كل مطربية في اوروبا، في اوروبا كتشوفها كاين لي شونتور كل واحد الجمهور نتاعو. شوف القاعات حتى المهرجين ولا الممثلين تشوف القاعه جمهور، كل واحد عنده جمهور نتاعو. كاين واحد اللي يحب الراي، كاين اللي يحب الشيخ حمد الله يرحمه، كاين اللي يحب محمد المازوني، كاين اللي يحب الشعبي العنقة والتلاميذ العنقة، كل واحد يحب النوع نتاعو. حنا الان وشنو الكلمه الاخرى ونختم الكلام نتاعي الان، كنديروا نتمنى ان شاء الله كي نديروا حفل نعطي لمحمد ما نجيب له حتى مطرب معاه، نعطي له محمد يجمع الجمهور تاع محمد وحده، ما نجيبش محمد ونجيب له واحد 16 17 سنه يغني نوع اخر، يجيب له جمهور اخر ممكن يطلع عليه ذا يبدا يسفر عليه. الجمهور مستهدف يجمع له جمهوره. انا بحاره رحت وحدي، الجروب تاعي عندي موسيقيين قلت لك 17 يعني رافقوني، الحمد لله جازت ثلاث ربيع. جميل. هذه سي المازوني لحقنا نهايه البرنامج. اختم كيما حبيت بالكلام اللي حبيته وبالرساله اللي تحب تقولها، ورانا في يامه العيد، عيد على اللي حبيت. هذا يعني قدمنا احنا على كل التهاني للشعب الجزائري، كنا المفروض في الاول وانما باش نختموا يعني الكلمه واحده اللي هي ماذا بنا ترجع الاخوه تاع زمان بيناتنا. الفنان عنده دور في المجتمع هذا كما الصحفي كما المنشط، هذا عن الحصص يعني احنا في عهد الديمقراطيه، وانما الديمقراطيه البناء. نتكلم على هدرت على الشيء بلا ما تشعر ربما سي مصطفى على الشيء السلبي، تكلمنا على الايجابي كذلك. صحيح. يعني لاجيري في تقدم كما تعرف انت راك عايش معنا هنا. الحاجه الجميله نقولوا عليها جميله، واللي ماشي جميله نحاولوا كيفاه يعني نرجعوها جميله. هذا يعني باش نختم الكلمه هذه. وانا احنا ماذا بنا الجيل الصاعد هذا يا اللي راهو جاي في الفن كذلك عنده دور، ما يبقاش يعني نسمع مثلا بعض الاغاني يعني تشجع لا دروغ، انا ضدها يعني. لا لا احنا ماذا بنا هذا الجانب ان شاء الله كذلك نترقوا ليه، وعمل ربما حتى حصه يعني من خلال هذا القناه الجديدة هذه اللي راهي ان شاء الله تكون مبروكة على الجزائريين كلهم ان شاء الله. نقدموا يعني تربوية، تكون حصة تربوية خاصة يعني كيف نطلع جيل يعني راهي كارثة هذا حسب واش راني نسمع يعني في المدارس يعني في الابتدائي. نسمع يعني امورات يعني في الحقيقة نتأسف عليها جدا. ماذا بينا احنا كفنانين نترقوا لهذا، واش يقولوا واش يغنيوا دراري في المسيد يعني حتى ما نديرلهاش اشهار الاغنيه هذه يعني صاحبها يعني هذا الاغنيه يتكلم مباشره على المخدرات ربي يسامحه. بالعكس انا عندي شوفوا ومشات له دي مليون شافوها، شوف سبحان الله العظيم. وعندي اغنيه ضد المخدرات شايفينها طرون سامين عندها خمس سنين، طرون سامين والسيد دارها في لما خانتنيش الذاكره تروا سومان وصلت الدي مليون دو في شت، وانا طلنتك فيه البركه، فيها البركه في القلوب. يعطيك الصحه سي مازوني، بارك الله فيك، شرفتنا. شكرا. بارك الله فيكم ونشكرك سي مصطفى، يعطيك الصحه. ومبروك عليك المنصب الجديد. الله يسلمك. ورانا خذينا في خاطرك ولبينا طالب لانك خليتنا كذلك. كاين ذكريات جميله جدا عملناها معك، بارك الله فيك، يعطيك الصحه. تفضل سي صادق جماعه، ختم كيما حبيت. زيد فضلك. انا بالمناسبه تاع عيد الاضحى المبارك، اولا نقول عيد سعيد ان شاء الله. اللهم اشف مرضانا ان شاء الله، اللهم ارحم موتنا، اللهم الرحمه تنزل على القلوب. امين. ان شاء الله التعايش تاعنا يكون ان شاء الله كما يقولوا بحنان واكرام وتاخي وتقارب. رغم يعني كل صح راح نتفكر راح ندخل واحد انا عندي واحد الاحساس راه قلت لك وانا نتجول قلت لك في 46 ولايه خرجت بكل صراحه يعني الانسان تقدر تناقش دكتوره يعني دير انتاز يعني وطروحه يعني وعلم الاجتماع على المجتمع الجزائر وتشوف واش كاين في الجزائر بكل صراحه. 46 ولايه ماشي حاجه سهله يعني. نشكر كاع الساده الولات اللي استقبلوني والجمهور الكريم العزيز اللي يعني جاء حياني ومشى معايا وشجعني.
نقول لكم عيدكم مبارك ان شاء الله، وان شاء الله جاي من الجزائر بخير. وحق ما ننسى يعني الحصه تاعكم بارك الله فيكم اللي درتوها على تعلى الناس هذوك المرضى يعني هذوك ديال الخير هذيك. او تصور واحد جاني حتى لدار جاب لي دراهم قال لي هاك اعطي له هذيك الاخت اللي تنشر باش تعطيهم لهذيك واسمها اللي جابت عندها طفله واسمها رحمه اللي راهم يشوفوا فينا رحمه وخوها هذاك المريض هذاك يعني عنده مبلغ. قلت له يا ودي احنا ما نقدرش نشدوه، تروح للقناة هما يعني يدلوك على كيفاش باش توصل. اذا لكنتو عندكم مبالغ ان شاء الله وتحبوا تعاونوا الناس هذو تفضلوا لهنا للقناة، راهم الحياة راهم هما يوصلوا ولا يدلوكم باش توصلوا لأهلها ان شاء الله. بارك الله فيكم والسلام عليكم. بارك الله فيك يعيشك الصحة شيخنا المازوني يعطيك الصحة. شكرا. بلا ما ننسى نقدم تهنية لزوجتي الكريمة فتيحة ونقول لها خلي ما تنساش تخلي لي الرجلين تاع انا نحب بزاف الزليف واليوم على بالي الثاني عيد على بالي راهم بالك قضاوا عليه. السيدة الكريمة فتيحة الله يلنا في سي مازوني بارك الله فيك. نحبوه. مشاهدينا الكرام صحة عيدكم مرة ثانية، يعطيكم الصحة، كل عام انتم بخير وتبقاو ويبقى الخير في هذه البلاد الكريمة اللي فيها الخير مهما يكون. بارك الله فيكم، السلام عليكم.